بونجور ماما، احنا بالدرس الماضي اخذنا الحوار انطيتكم اياه، هو يعني عبارة عن هذه القطعة زائد هذه القطعة، وقرينا الاسئلة اللي تابعة له. يعني من الليسون عندي فقط هذا الآ داخل، وعندي الحوار ب داخل ايضا. هسه احنا بما انه اخذنا الحوار ما راح ناخذ الحوار ب، وانما راح انتقل لكم الى الفوكابولير حتى تعرفون شنو الاشياء اللي داخله وشنو الاشياء اللي ما داخله من ضمن المنهج مالتكم اللي تابع للكورس الثاني. عندي هنا الادجكتيف ابخونو انديفيني، هذه ما داخله جايه من ضمن الحذف. وهنا عندي لا نيغاسيون، راح يعلمني طرق جديده بالنفي. طبعا احنا ما مر علينا يعني خلال مرحله الاعداديه ومرحله المتوسطه. فاذا عندي هنا النيغاسيون، راح نشوف هذه الطريقه بالنفي. مثلا عندي الني هنا، شو وقت يكون استخدامها او شنو طريقه النفي مالتها؟ شوفوا مثلا هنا عندي مطيني اكزامبل، يقول il ne boit pas du vin ni du alcool، الكحول، هو لا يشرب النبيذ ولا الكحول. فاذا هنا لو اضاوع على الجمله مالتي صار عندي تكرار بالجمله. وين صار التكرار؟ التكرار مالتي وقع على المفعول به. ليش؟ انه هنا عندي الفاعل هو، يعني فقط مفعول به واحد. فاذا هنا يصير عندي النبوة با دوفان ني الكحول، هو لا يشرب لا النبيذ ولا الكحول. فاذا هنا التكرار عندي صار وين؟ صار بالمفعول به التكرار، بينما الفاعل هو واحد. استخدامي لطريقة النيه